هي عم تغسل ايديها. هي عم تغسل ايديها. هو عم بيغسل ايديه. هو عم بيغسل ايديه. هي عم تغسل الجمل. هي عم تغسل الجمل. هو عم بيغسل الجمل. هو عم بيقرأ الإنجيل. هي عم تقرأ الإنجيل. هم عم بيقرأوا الإنجيل. هو عم بيرسم كبريتة على الورق. هي عم ترسم خزانة أو شوفونير على ورق. هم عم بيلعبوا بألعابهم. هم عم بيلعبوا بألعابهم. الولد عم بيلعب بألعابه. البنت عم تلعب بألعابها. المرأة عم تطبخ الجمل. المرأة عم تطبخ الجمل. المرأة حطت الفار جوا فرن الغاز. المرأة حطت الفار جوا فرن الغاز. الولد شرير. رح يستعمل المقص عشان يقص راس الجمل. الولد رح يستعمل المقص عشان يقص راس الجمل. هو عم بكتب رسالة. هي عم تكتب رسالة. هم عم بكتبوا رسالة. It's great.